هنا طقس متقلب مازال عم بيسيطر على لبنان ورح يستمر كذلك خلال الايام المقبله. بدايه بالنسبه لجو الليل اجمالا رح بيكون غائم جزئيا الى غائم مع رياح ناشطه. رح نشهد امطار متفرقه خاصه بالداخل والمناطق الشماليه الشرقيه. درجات الحراره بتسجل لليلة اقصاها على الساحل 26 درجه بيروت، 25 طرابلس، كذلك 25 صور، 12 بالارز، 17 حصبيه، 18 بزحله، وبعلبك 19 درجه. جو بكره رح يستمر ايضا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، رياح ناشطة وأيضا أمطار غزيرة ببعض الأحيان خاصة بالداخل وأيضا المناطق الشمالية الشرقية. درجات الحرارة أقصاها لبكرة 31 درجة ببيروت. الرياح بالإجمال رح بتكون جنوبية غربية حال البحر معتدل، حرارة 128 درجة ورطوبة تتراوح بين 55% و85%. إذا كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة؟ بكرة مثل ما ذكرنا غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة وأمطار غزيرة متفرقة، غزيرة ببعض الأحيان، متفرقة أي ببعض المناطق، 31 درجة أقصاها على الساحل وممكن نشهد برق ورعد. نهار الأربعاء الخميس والجمعة بالإجمال مستمر غائم جزئيا مع استقرار بالحرارة على 31 درجة. هذا كان كل شيء لليلة، وهلا أعود لكم ديما ويسبك.